أعتقد في كلمة أو تعقيب للأستاذ خليل إبراهيم الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بسي آي كابيتال، تفضل يا فندم. مساء الخير دولة رئيس الوزراء، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، بشكركم على الدعوة. بتشرف إن أنا في وسط الكوكبة من قطاع الـ non-banking financial institutions. أنا بس عاوز أتكلم على نقاط مستقبلية، يعني أنا بتهيألي الماضي ضغطت كفاية وأسبابه وحلوله. بتهيألي من أهم الحاجات اللي احنا محتاجين نهتم بيها هي تعزيز التحول الرقمي، لأن ده هيفتح لنا مجالات كتيرة، سواء على مجالات التمويل أو مجالات الاستثمار. يمكن من الحاجات اللي محتاجين ندرسها برضو الـ ETFs أو الـ Index Trackers بالنسبة لأدوات الدين، أدوات العائد أو أدوات العائد الثابت. يمكن نقطة مهمة جدا محتاجين نفتحها هي قانون صناديق التأمين الخاصة. قانون صناديق التأمين الخاصة تم إصداره من السبعينيات، وكلنا نعلم ومتفقين إن هو متقدم، ويمكن حجم الأموال اللي موجودة في صناديق التأمين الخاصة حجمها كبير جدا. أكيد لو تم إدارتها بطريقة جيدة هيتم تحويل جزء كبير منها للبورصة المصرية، اللي كلنا متفقين إن هي تقييماتها أقل من القيمة العادلة ليها، وطبعا أدوات الدين بطبيعة الحال. في طبعا تشريعين موجودين حاليا، هو الصناديق العقارية، وبالوضع الحالي والتشريعات بتاعتها والضرائب المحملة عليها مقارنة بأي استثمار في القطاع العقاري عن طريق الأفراد، عمرنا ما هنشوف صناديق عقارية. ويمكن كنا بنتكلم في الجلسة الصبح إن إحنا عاوزين نصدر العقار المصري للأجانب أو للمصريين العاملين في الخارج. خلينا نقول يمكن دي صناديق العقارية هي يمكن من الوسائل لتصدير العقار، والعوائد المتوقعة من الاستثمار في العقار في جمهورية مصر العربية جيدة جدا. يعني الموضوع التاني يمكن كنا طلع التشريعات به اللي هو صناديق القيم المنقولة، ويمكن لو أتذكر إن كان توقفنا إن هي هل هي صناديق أدوات دين أم لا. بتهيألي السوق محتاجها، لأن كثير من الشركات بتبقى محتاجة تمويل وغير قادرة على أنها تعمل توريق أو إصدار سندات لتلبية احتياجاتها. أخيراً وليس أخيراً، يعني مش عاوز أقول بمناسبة مؤتمر المناخ، ولكن السندات الخضراء، طبعاً دي السندات الخضراء يعني يجب دراسة حزمة حوافز من أجل دعم وجذب المصدرين لهذا النوع الهام جدا في غياب أي تمويل أخطر، أو ببساطة شديدة جدا تكلفة الإصدار السندات الخضراء عالية جدا، والمستثمرين بيحجبوا عنها لأن هي طبعا عاوزين بيقارنوها مقارنة بالسندات الشركات. في الدول الأخرى السندات الخضراء بالعكس بيبقى ليها ميزة إنها تكلفة التمويل بتبقى أقل من سندات الشركات، لأن السوق بيقدرها. فمحتاجين ندرسها، يعني أنا عارف إن دي مش تبع الهيئة العامة للرقابة المالية، بس ده موضوع مهم جدا عشان نقدر نشوف هذا النوع من التمويل وسندات الاستدامة اللي شفناها طبعا في العرض. شكرا جزيلا لحضرتك.